فانا بس برجع مره تاني للنقطه دي واقول تصوروا ان احنا كنا هم بره بيعملوا ايه بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقه زادت الحاجه تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجه فالناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده، ولو ما كانش يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنين اللي فاتت في اجراءات كتير عملناها، زي موضوع زي ما قلت كده العشرة مليار بتوع البتلو، صدقوني كان تمن المنتجات بقى اكتر من كده بكتير، صدقوني. طب ممكن نعمل اكتر من كده؟ ايوه، عشان بس ايه اكتر من كده بكتير. ايوه، واقول تاني، المليون راس ثمنهم 50 مليار جنيه. المليون راس ثمنهم كام؟ انا بتكلم كلام نظري، ممكن معالي الوزير يقول لي ده كلام السوق العالمي مش موجود فيه، صحيح، بس انت مش هتعمله في سنه ولا اتنين ولا ثلاثه حتى. شوفوا في بلدنا توقفت، وانا ما بقولش كده يعني قدح في اي حد، والله العظيم والله العظيم، توقفت 50 سنه ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فانت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط هو كده. لان طب هنمشي بالراحة؟ مش هينفع، لان احنا بالفعل متأخرين كتير.